مرحبا، إياكم مهندسة سبا من الدعم الفني لشركة ضوء الفضاء. هذا الفيديو راح نتعلم شلون نفعل البونات والإيثارات، وراح نستعرض بعض المعلومات عن أجهزة الأونيو. لتفعيل البونات نروح على بون كونفيج بون ليست، راح تظهر لنا البونات كلها ديسيبل. لتفعيلها نحدد البونات سيلكت اول انيبل ابلاي. هسه نفعل الإيثارات من خلال Switch Config Switch List، ونحدد كل الإيثارات من خلال Select All Enable Apply. هسه نروح على Onio Info، هنا رح يعرض لنا كل البونات. نروح على بون رقم 1 ونشوف الأونيو المربوط على هذا البون. نضغط على Detail ونشوف تفاصيل الأونيو من Serial Number، من منجية الجهاز، وراح يظهر لنا السوفت وير اكيد. وشكرا.